انت قلت للبت ايه عشان تكلمني راس براس كده؟ حكيت لها ايه؟ ما تخافيش، اللي بيني وبينك لسه بيني وبينك ما طلعتوش. بتهددني يا ابن بدريه؟ هتقول لها ايه؟ ان انا سرقت؟ ما هي عارفه ان انا سرقت. هتقول لها ان انا غصبت على راجل ما عندوش دم ولا خشه انه يدفع فلوس عشان اتستر على فضيحته؟ ما يعرنيش. بس ممكن اقول لها على دفنينه سوا، فاكراه ولا نسيتيه؟ مع اننا بقى دفنينه سوا بس بتتقلبي عليا يا نعيمه. عارف انك اتغيرتي وطلع لك خرابيش وبتعرفي تطلعيهم وقت اللزوم وقصاد اي حد مش زي الاول، بس اللي ما كنتش متخيله بقى ان هم يطلعوا قدامي انا نعيمه. انا نعيمه، انا اللي معاكي وضهرك ومن ساعه ما جيت ما وريش حاجه غيرك انت والبنات والبيت، وكنت بخرج عشانك من مصيبه لعركه الحجز، كنت بقول معلش ده لحمك ودمك واهلك. ليه يا نعيم؟ في ايه؟ في ايه عشان تحسسيني اني جربه وان جوازي بيبان حاجه تقيله عليك قوي كده؟ لو قلت لك هتستحمل؟ انت شايفاني وسخه بجد بقى. قولي يا عمتي. ما جوزش بنتي من عينتك ولا من عينة أبوها ولا من عينة أي راجل في المنطقة دي. أجوزها واحد ابن ناس زي مازن وأحسن منه عشان يرفعها لفوق، مش أقعد أعلم وأربي وأطفح الكوتة وأنت تيجي تاخدها لي عشان ترميها لي تحت التراب. أقول لك إيه تاني؟ ما جوزهاش واحد معرفش إيه اللي وراه هو والمشاكل أصحابه. متجوزهاش اللي قتل ابوها ودفنه هنا. هتحكي لها ولا اروح احكي لها انا؟ اقول لها كرم اللي بتحبيه قتل ابوكي ودفنه في ارضيه البيت اللي انت عايشه فيه. متجوزهاش واحد زيك. انا حميتك وطرمخت عليك عشان ما تروحش الاحداث، عشان ما تتسجنش، عشان ابن اخويا اللي انا بحبه وبعزه. لكن لحد بنت بطني لا، ما جوزكش منها. ولو عايز تتجوزها اقتلني وادفني جنبه وبعدين خد البيت. خلاص انا نعيم، انا اسف. نعم اخويا. خلاص عندك حق، ما كنتش اعرف اللي بتقوليه. ايه يا ولد، بتسيق عليا ولا ايه؟ امال عايزاني اعمل لك ايه؟ يعني امسك في خناقك ولا امشي واسيب البيت؟ خلاص انسي اي حاجه قلتها لك وروحي نامي. تصبح على خير. وانت من اهله. كملتيش العشاء ليه مع مزفت اللي بره دي؟ هو مين اللي نفسه يدفع يا نعيمه بعد اللي عملتيه في الواد؟ انت كويسه يا اختي؟ اه يا اختي انا كويسه وزي الفل، ما فيهاش حاجه. انا سمعت يا نعيم. سمعتي ايه؟ سمعت كرم وبيطلب ايد البت منك، ما تديها له طالما هما الاتنين موافقين. كرم منك وانتوا الاتنين واحد. بقولك ايه؟ اطلعي يلا، وقفي الباب وراكي وغرو من وشي، مش طايقه اشوف حد. يلا يلا. حاضر.
لهوي يا لهوي. في نعيم البنت مشيت، البنت هربت. استني يا نعيمة. سبب في كل حاجة، ياخدوا مني واحد واحد. خدها مني، خدها مني، بس يا اختي بس، والنبي بس. مطعم ايه اللي نعيمة فتحته وعايزة تشغل البنات فيه؟ يعني هي بدل ما تشغلهم في البيوت عايزة تشغلهم عندها؟ فرقت ايه يعني؟ انتي فاكرة ان سالو سكتت لها؟ مسكتها على التليفون وبهدلتها. ايه ده ايه ده؟ ليه؟ مين اللي بيخبط كده؟ معرفش. ايه يا سالو؟ في ايه؟ ايه الرزع اللي انتي بتعمليه ده؟ فين اللي اسمها انتصار؟ بنتي انتصار! مالها انتصار؟ في ايه؟ طلعي الخاتم بتاعي يا بت. خاتم؟ خاتم ايه؟ ما تستعبطيش عليا. هتطلعيه بالذوق ولا اطلع عينك انا؟ خاتم ايه يا سلوى؟ في ايه؟ مش الهوانم بتوعك عرفوا ان هم خلاص هيسيبوا البيت وهيروحوا للست نعيمه؟ طب ليه بقى ما ننطرش حاجه قبل ما نمشي؟ انا كنت حاساكي امبارح مش على بعضك انت واختك، من ساعه ما قلت لك خشوا وضبوا الاوضه عندي كنتوا خدتوا الخاتم مش كده؟ انا والله ما خدتش حاجه. قلتوش ايه؟ اوعي من قدامي. ايه ده؟ بتعملي ايه؟ خالد ما تشوفي ايه؟ سلوى ما ينفعش كده، ردي عليا. بتعملي ايه؟ ايه اللي هي بتعمله؟ خالد انت سايبها كده؟ سلوى عيب اللي انت بتعمليه ده. يا خالد انا عارفه الاشكال دي كويس. لو سمحتي سيبي حاجه البنت، مش معقوله كده. يا ماما إيه؟ انا متاكده انها خدته. اخدت ايه بالظبط؟ شوفوا خالد ايه الجنان ده، انت ازاي ساكت على كده؟ هعمل ايه طيب يا دينا؟ ايه يا سلوى لقيتي حاجه؟ عمي انت شايف معقوله اللي بيحصل ده؟ احنا فتشنا البنت اللي عندنا وما لقيناش حاجه. ايه هكون انا اللي سرقته؟ اهو لقيته. ايه ده؟ اتفضلوا. ها ده مطلعاه منين؟ وديني ما خدت حاجة والله العظيم يا ست سلوى. وحياة أمي يا ست دينا والله العظيم ما أعرف إيه اللي جابه هنا، أنا مش حرامية والله. أنت تخرسي خالص، ده تلبس، ده أنا هسجنك. تعالي. أنا مش ذنبي يا ست دينا. بس ولا كلمة يا ست دينا. خالد لو سمحت اتصرف، اعمل حاجة. دي يتكتب فيها بلاغ فورا وتتشد على الاسم. يا بابا ما ينفعش كده يا بابا. لا ينفع. بس خالد أنا ما عملتش حاجة. بابا بس كلمني فهمني. أكلمك إيه؟ بعدين أبقى أكلمك. ما ينفعش كده. انا بجد مش فاهمه انت مشكلتك ايه. انت اللي مزعلك. انتوا بتتكلموا بجد؟ انتوا هتسحبوا البنت وتقدموا فيها بلاغ؟ البنتين الاتنين مشتركين في الجريمه. رضا سرقت الخاتم واديته لاختها عشان تخبيه هنا، يبقى الاتنين لازم يتعاقبوا. وباباكي هو اللي هياخدهم بنفسه؟ انت عارفه ايه اللي ممكن يحصل لو البنت دي دخلت الاحداث؟ وفري محاضرتك لنفسك يا دينا، هي اساسا مجرمه. لا مش مجرمه يا سلوى، انت اللي حطيتي الحاجات دي هنا. وانتي مش معاكي مفتاح للبيت هنا وتقدري تدخلي وتخرجي براحتك؟ ايه بقى اللي يمنع ان انتي تكوني دخلتي هنا وحطيتي الحاجه وانا والبنت مش موجودين؟ بصي بقى يا بنت الناس، من الاخر كده، لا احنا طايقينك ولا انتي طايقانا. ما تتطلقي من خالد يا دينا. نعم؟ زي ما سمعتي كده، يا اما تتطلقي من خالد وتسيبينا في حالنا وتاخدي البنتين في ايدك ان شاء الله حتى تتبنيهم، ما يخصنيش. يا اما البنتين دول هيخشوا الاحداث ويتربوا من اول وجديد. اختاري انت بقى. طبعا لو قلتي لخالد انا هنكر ان انا قلت كده، ماشي؟ فكري كويس يا دينا، كده مش هينفع. احنا مش هنسيب لك خالد بالبساطه دي يا حبيبتي. والله ايمان اللي عملتها. معلش يا دكتور مش مضايقك يا حبيبتي. ما يتحركوش من عندك. حاضر يا مدام.
حرام اللي بيحصل ده يا بابا. تسيبهم طيب، تردهم، او حتى رجعهم للست اللي جابتهم، لكن تبلغ فيهم البوليس وتضيع مستقبلهم جد حرام. انا اللي يمد ايده على حاجه من بيتي اوديه في داهيه. ايوه بس دول صغيرين والموضوع في منتهى الغرابه اصلا. غريب ايه وانت شايف الحاجه طالعه من وسط هدومها؟ وعلى فكره انت هتيجي معايا وتشهد كمان. ليه بقى ان شاء الله؟ من غير ليه يا خالد؟ مش انت كنت واقف وشايف؟ مش عاوز تيجي تشهد خلاص، اتفضل روح لمراتك، بس الصح هو اللي هيكون. اروح اقول لعمرو يجي معاك عشان تروحوا الاسم؟ اسمي يا سلوى اتجننتي؟ عشان نقدم فيهم البلاغ. بلاغ ايه؟ انت صدقتي ولا ايه؟ مش قوي كده. ما هم طول ما هم قاعدين في المطبخ دينا مش هيفرق معاها خالص، لكن لما تشوفهم مشدودين على الاسم وبايتين في الحجز، ساعتها لما نقول لها تطلب الطلاق من خالد هتطلبه فورا عشان نتنازل عن المحضر. وانا قابل ربنا باي وش، وانا عارف ان البنات دول مصدومين ووافق انهم يباتوا ليله في الحجز مع الحراميه. حرام عليكي بقى، كفايه اللي احنا بنعمله اصلا. طب هنعمل ايه؟ دول هيسجنونا. طب انت مش معاكي الورقه اللي فيها نمره نعيمه؟ سبتها فوق وسط هدوم. حاجتي كمان مش هيسيبونا نعملها؟ لازم نكلم نعيمه حتى تيجي تشوف اللي احنا فيه ده. انا مش عايزه اي حد دلوقتي، انا عايزه اشوف ابويا وامي. ابوكي؟ ابوكي ده هو السبب في كل اللي احنا فيه. فين اختك؟ يعني ايه فين اختي؟ يا اختي فين منا؟ يعني ايه فين منا؟ ما تستعبطيش عليا يا بنت، اكيد هي قالت لك هي فين. الله، لا ما قالتليش هي فين. اهدي بس، مالها منا؟ منا هربت مع الجارة. ايه؟ طلب يتجوزها وانا رفضت. ورفضتي ليه؟ كلميها في التليفون، لو شافت نمرتي مش هترد. حاضر. موبايلها مقفول. طفشت وهجت. استني دي بعتها حاجة. ايه ده؟ فيديو. هنا عايزاك توري الفيديو ده لماما. شايفة يا ماما ايه دي؟ شنطة هدومي بلمها عشان هسيبلك البيت وامشي، هسيبلك الحتة كلها، همشي مع كرم، هو كمان فوق بيلم هدوم عشان يمشي معايا، هسيبلك البيت ده، بسدك الوراق، بسدك المطعم اللي انتي مصممة تعمليه، اشبعي بقى بيهم كلهم. اتبسطي يا نعيمة، بتحب الأمثلة يا نعيمة مش كده؟ عارفة الدبة اللي قتلت صاحبها؟ ليه ما قلتلك كتير وحذرتك بس انتي ما سمعتيش كلامي؟ قلتلك كتر خوفك علينا هيقتلنا، مشيتي رأيك في كل حاجة، مع ان احنا اللي نفهم الدنيا مش انتي، احنا المتعلمين مش انتي. مفيش جامعة حاضر، مفيش صحاب في الجامعة حاضر، مفيش بيع بيت حاضر، كمان مفيش كرم. لا بقى كفاية، مش قادرة، مش حاضر يا نعيم. انا فضلت اقولك حاضر وطيب ونعم واصبر عليكي، بس انتي مخدتيش بالك ان الحساب تقيل اوي. انا همشي يا نعيمة واسيبلك كل حاجة. بتحصل يا حاج، يا ما في ناس بتمضي عقود ابتدائيه ومش مسجله وبترجع في كلامها، واحنا اللي كملنا كلام وعقود لسه في اولها. الكلام ده ما ياكلش معايا يا حبيبي، مش معايا انا. خلاص يا حاج، نمشيها قضايا ومحاكم وهم اللي يشوفوا بقى. انت بتحددني يالا؟ ده انا شردك انت وعيلتك واللي يشدد لك كمان. اوعى تكونوا فاكرين المطعم ده هيقوم، ولا اللي اسمها نعيمه ده عشان جابت لها واسطه بالعافيه هتقف قصادي، ده انا عندي مليون واسطه. ما احنا برضه اتضحك علينا بارقام سكه يا حاج، وبعدين نص المنطقه تشتغل معاها. أنا قلت اللي عندي. وإحنا قلنا اللي عندنا حق. خلاص، يبقى دخوله في 60 داهية من وشي،
واستنوا بقى اللي هيجرالكوا الايام اللي جايه. يلا يا حبيبي يلا. كل شويه تصحى تعيط وترجع تنام تاني. هو ليه كل ده؟ مش كرم ده المفروض ابن خالكو وعادي يعني؟ لا ما هي ماما مش سهله في حوارات الجواز قوي كده. طب وايه البروجرام اللي انا مظبطه عشان الففك مصر كلها؟ ده اتضرب منا وكرم بوظ لنا شهر العسل بتاعنا. عسل ايه ده؟ وانا هسيبها وهي كده؟ انا جهزت شنطتي واروح معاها. يا سلام كده من غير ما تقولي لي. طب تسمح لي يا سيمازن يا راجل البيت يا راجلي يا سبعي اروح معاها وهي في الحاله دي؟ انت لسانك ده عايز يتقطع. ماشي روحي معاها بس انا هاجي معاكي. تيجي معايا فين؟ لا طبعا ما ينفعش. ليه ان شاء الله؟ ماما هتركز معانا وهتعرف اللي فيها. ماما مش سهله في المواضيع اللي زي دي. طب ما يبقى فيها يا بنت الناس. لا يا اختي عرفت، هو اللي انا فيه ده وكسه واحده ده وكستين. اختك بعبعت لي بكل حاجه. يا طنط انا انت كلب خلاص اتحسبت عليها جوازي، لعبت بينا كلنا. لا هقدر اعمل لك حاجه ولا اقدر اقول لك حاجه، ما انت بقيت جوزها خلاص. قدامي يا اختي يلا. قدامك فين؟ ايه هستنى لما عقلك يوزك وتاخد غرضك وترميها لي؟ يلا حبيبتي يلا قدامي. بتاخدي منه الاذن ولا ايه؟ يلا. معرفش يا متر شغلك ده ولا شغلي؟ ما انا بدفع فلوس كتير ليه ان شاء الله؟ عشان لما اقع في مشكله زي دي انت تعرف تحلها. انا عايز اعرف الاغراءات دي حصلت ازاي وازاي نوقفها باي طريقه وباي ثمن. بقول لك ايه، لو ما عرفتش شوف لي اي مصيبه نحطها في بيت الست دي. مخدرات حشيش انا مش فارق معايا، انا عايز اخلص. انا عايز الموضوع ده يخلص النهارده قبل بكره ومش عايز اتكلم فيه تاني، فاهمني؟ يلا حبيبي اتصرف. بابا تعال حبيبي تعال. انت ليه مش بتطلع تقعد معانا فوق؟ معلش يا حبيبي عندي شغل كده واخد كل وقتي، بس ان شاء الله كله هيبقى كويس. اول ما اخلص شغل هقعد معاك على طول. ماشي تعالى. اهي جت جريه يا نعيم. طول النهار بكلمك ما بترديش على التليفون ليه؟ الله نعيمة نعيمة. ولا عايزة حد يكلمني، هخش اوضتي لحد يخبط عليا ولا يكلمني ولا يجي ناحيتي. تليفوني ده يا ام كمال، هي قادرة تصل بطوله عشان ترد على التليفون؟ لا حول الله، هي البنت اتخطفت ولا جرالها حاجة؟ دي اتجوزت ابن خالها. طب ايه؟ هنعمل ايه في افتتاح المحل؟ والناس اللي واقفة بره مستنية نعيمة دي عشان تعرف اشغالها ايه في البتاع ده؟ والله ما انا عارفة. ممكن بعد شوية تروق ونشوف هنعمل ايه في مشروع النحس ده. هو شكله مشروع نحس اصلا، ما هي اصلها اعتاب. هي كلمة واحدة، لا في محلات ولا في مطعم ولا في نيلة، واي حد يسألكم فضيناها صير. انت بتهزري يا نعيمة؟ نهار اسود، دي نصيبة، دي الحتة هتتقلب علينا كده كده. يا منة اعملي فيا كده كده يا بنت بطني تفتحيني. كتر خيرك. ليه ماما عايز تلغي المشروع؟ مش ده اللي انت ياما حلمتي بيه؟ مش ده اللي انت عشمتي الناس بيه؟ ليه عايز تلغيه؟ يا اختي مين في حالي يبص في وش حد؟ ما عنديش حيلة اقف على رجلي واخدم على الناس واشوف المشاريع وهم المشاريع. ليه بس؟ هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ يا اختي عايزه يحصل ايه تاني انيل من كده؟ انت عارفه يا ماما ان منى طاقه ومجنونه، ومهما بعدت عن البيت ده هترجع تاني. حتى لو شتمت ولعنت في عشتها هترجع تاني. لا يا اختي ده كان زمان.
مراتي غير كده، مراتي في عند انتقام، وانتقام مننا. فضلت شايلة وصبرة لحد لما انفجرت ومشت. مش لوحدها، كرم معاها. ماله كرم؟ محدش يعرف كرم قدي. أعرفه لما كان صغير بيلعب قدام البيت، قد ما قلبه أبيض ممكن يبقى قاسي وغلاوي وقلبه أسود بعد اللي سمعه مني. هيطلع كل الغل اللي جواه، وهي لو عايزة ترجع مش هيخليها ترجع. إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده يا ماما؟ زي ما بقولك كده، هو ده اللي هيحصل. قرم داير ولافف ودن شارع. أنا بدري، أنا مصدق أنه هو ياخدها ويسافر، ولا هعرف ألاقيها ولا هعرف أكلمها. طب تراهني، تراهني إنه يومين وهتلاقيهم بيخبطوا على الباب، ومش بعيد كمان منك تكون حملت منه عشان تحطك قدام الأمر الواقع وما تعترضيش على حاجة. طب وانت يا بنت؟ وانا ايه يا ماما؟ ماما تخلتوا فيها. ماما، ماما الغبية المغفلة الهبلة اللي كل حاجة حصلت من ورا ظهري. ماما ايه بقى؟ بحبه يا نعيمة، وهو كان بيحبني، وانتي المفروض تكوني واثقه في كلامي وعارفه كويس قوي ان هو عمره ما هيلمسني الا لما الموضوع يكون جد زي ما انتي عايزاه. جد يا بت؟ وحياه نعيمه الجامده الناشفه اللي استحملت كتير قوي. بحبك قوي يا ماما، بحبك قوي. والنبي ما توجعي قلبي زي اختي، وإنك ما توقعي قلبي. إيه يا حبيبتي؟ مالك واقفة كده ليه؟ خالد، أنت شايفنا فين بعد 5 6 سنين قدام؟ مش فاهم. أنا شايفانا هنا برضو زي ما إحنا كده دلوقتي بالظبط. انت مهموم لانك مش قادر تقول لابوك لا على اي حاجه بيعملها، وانا في المطبخ بعمل حاجه سخنه اشربها عشان اروق بيها دماغي قبل ما اتطقم اللي انا فيه. انا عايزه اتطلق. ايه يا دينا؟ في ايه؟ انا عايزه اتطلق، ودي حاجه انا مش عايزه اتناقش فيها ولا حتى اتكلم اذا كانت صح ولا غلط. يعني هنتطلق علشان انتصار؟ لا، احنا هنتطلق لانك ما عملتش ولا حاجه من اللي وعدتني بيها، ولا هتقدر تعمل اي حاجه. اوكي، يلا نمشي من هنا، نروح نسكن في اي حته تانيه لحد ما موضوع السفاره يخلص، وبعد كده نسافر على طول. ما بقاش ينفع، الوقت فات خلاص. كان ممكن من يومين قبل ما تتورط رضا وانتصار في الحدوته بتاعتنا واشوفك حتى في دي ماشي ورا ابوك. أنا لو مشيت معاك هخسر نفسي وهضيع مستقبل بنتين مالهمش أي ذنب. متهيألي بقى كده كفاية، أنا تعبت. ممكن تروح لأبوك وأختك وتفهمهم إن إحنا هنتطلق عشان يهدوا. دينا أنت كده بقى. خالد والنبي، أنت عارف إن الموضوع ده مش هينفع وإحنا بنقاوح. آخر حاجة هطلبها منك يا خالد، لو سمحت هدلي رضا وانتصار، أنا هاخدهم وأمشي. مالك يا نعيم؟ انت بتعيطي؟ انت فاكره ان منى هتفضل بعيده عنك؟ مش هيحصل ان شاء الله. اللي ربيتيه فيهم هيفضل موجود، شويه قمص وزعل وترجع لك تاني يا حبيبتي. اتجوزت كرم يا اختي. ما هو انت كمان غلطانه يا نعيم، والغلط راكبك من ساسك لراسك. جدع كان واقف معانا وكرر جنة لما ما كانش لينا راجل. بيت ريتاه وهو ريتها، وبعدين هم عيال خلاص كبروا وبقى يفهموا اكتر مني ومنك.
اختي تتجوزوا من ورايا. ما هما لما خبطوا على الباب قفلتيه. ينتقم ربنا مني. ربنا ينتقم منك ليه؟ ده انت بتزكي وبتصومي وبتصلي ومد ايدك للغلابه على طول، تقوليش كده؟ فلوس حرام. استغفر الله العظيم يا رب، ايه اللي بتقوليه ده؟ هي فزورة ولا فزورة دي؟ أقسم بالله زي ما بقولك كده يا حاج، الولاية قالت مفيش مشروع والناس هين عليهم يروحوا يولعوا فيها وفي البيت. وبنتها هتفشت ازاي يعني؟ ايه اللي حصل؟ لا أنا معرفش التفاصيل، أنا بجيب الملخص بس. رب تديب في بيتها وفي الآخر خد بنتها وجري. اشرب يا نايمة، اشرب. والله يا حاج هو ده اللي بيتقال، بس ممكن يوم ولا يومين ويكملوا المشروع، مين عارف؟ لو اللي في دماغي حصل يبقى الولايه دي عمرها ما هتفتح المشروع ده. وايه اللي في دماغك يا حاج؟ اصل الولايه دي عندها حته ضمير صاحي، واكيد هي فاكره دلوقتي اللي حصل لها ده عقاب من عند ربنا، والمطعم ده اكيد معمول بفلوس حرام. والله يا حاج انا هفضل عايز في المنطقه، ولو في اي جديد اجي ابلغك بيه على طول. مشي الحيوان ده من هنا حالا يا حاج. تفتكر كده يا حاج يعني صح الكلام ده؟ يلا الغرفه دي من هنا، يلا. ده هي ايه ومت ايه بس؟ مش عايز الحركه اللي عملتها دي تحصل تاني، فاهمه؟ لا دي شكلها تحصل كتير قوي يا حاج. انا مش جايه هنا عشان اغير جو ولا صيف ولا عشان البيت هنا احسن، انا جايه هنا عشان احميك من نفسك. تقوم تجيب واد زي ده عشان ينقلك الاخبار؟ يبقى تمشي يا منصوره، عشان أم الله يرحمها ماتت، وحتى لما كانت عايشة بطلت تديني أوامر وتقول لي إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش.